خروجه هترجعك بالزمن لورا، رحله الى التاريخ بركن الملك فاروق. متحف ركن فاروق موجود في منطقه حلوان، وده مكان تاريخي كان في الاصل استراحه للملك فاروق الاول. المكان بيطل على نهر النيل، وتم تصميم الاستراحه على شكل قارب راسي على شاطئ النيل سنه 1942. الملك فاروق كان بيجي هنا علشان يقضي وقت للاسترخاء بعيدا عن زحمه القاهره. المتحف مكون من 3 ادوار، موجود فيها غرفة نوم الملكة ناريمان، وموجود بعض من متعلقاتها الشخصية، وطبعا غرفة الملك فاروق، وموجود غرفة السفرة الملكية، وغرفة الملك توت عنخ آمون، وهي غرفة عملت نسخة طبق الأصل من الأصلية. ده غير إن فيه لوحات عالمية، وفي مجموعة من الحاجات الشخصية للملك فاروق زي هدومه وبعض الصور والأساس اللي كان بيستخدمه في الفترة دي، وكمان في بعض التحف الفنية. المكان نفسه مليان تفاصيل من فترة الحكم الملكي في مصر، فلو بتحب التاريخ أو عاوز تشوف حاجة من العصر الملكي في مصر، متحف ركن فاروق مكان كويس جداً للزيارة، خصوصاً إنه مش بعيد عن وسط القاهرة وبيقدم جو هادي وطبيعة حلوة. ده غير إن النافورة اللي في المكان اتصور عندها مشهد من فيلم نهر الحب لفاتن حمامة وعمر الشريف سنة 1960. المتحف مكان حقيقي يستحق الزيارة، وسعر تذكرة الدخول للطلبة 10 جنيه والفرد المصري 20 جنيه، ومواعيد الزيارة من 9 صباحاً ل4 عصراً. روحوا زوروا المكان هتستمتعوا جداً، وكالعادة لأن الأماكن الحلوة في مصر ما بتخلص، استنونا الحلقة الجاية علشان تعرفوا أماكن جديدة.